الحفيظ العدسي، وأنا لازم أتكلم عنه باسمه لأنه هذا الرجل مميع لدين الله، وأنا مسؤول. دقيقة يا أخوان، هذا أصبر يا خلاني أشوف العدسي الأول. طيب، كان عنده مبارح أقعد يا محمد نورين، وقف التوزيع عليه. كلام ده مهم، لأنه زول ده عامل فتنة بجاي في جمع الوالدين، ولام من الناس، وعامل له دروس في الأذكار وفي الرغائق، والناس قايلين القبة فيها فكيه، وأنا والله ما أخليه أبد. امبارح في مجمع الحسن الإسلامي ده، هو إمامه، ويروى ويحكى إنه رئيس اللجنة خلاص بتاعت المجمع ذات، والخطيب بتاع البيت. المهم عنده درس كله أربع ولا حاجة كده، وأنا أحذرك من هذا الدرس ومن دروسي هذا الرجل المدعو بالعدس أبدا، حتى يرجع إلى منهج السلف. الرجل ده رجل منحرف تماما عن منهج السلف. واسمع القصة دي الحصلت وموثقة عندنا الحمد لله، تفرفر نطلعها. موثقة، أخونا ماشي وثقها لنا، أخونا محمد سألوا عديل وثقها وجاب لنا موثقة الحمد لله. هذا من فضل الله عليه، لأنه أهل البدع ده اللي بيجي يكذبوا، عشان كده ربنا أدانا نعمة إنه نوثق لأي زول تكوح سايبه وسؤالك يجيبه. فاختلف أظن أخونا محمد ده مع بعض الشباب هناك، قالوا بيحضروا للعدسة، قال لهم الزول ده منحرف ما تحضروا له، أو كلام بالمعنى، رفضوا. قال لهم راح تاكم مش عنده درس الليلة، راح أنا بثبت لكم. فبعد الدرس قام رفع يد، رس الورقة فيها الآتي: أسأل عن الأمة افترقت الآن الإسلامية وكذا والافتراق وكذا، فبسأل عن جماعة الأخوان المسلمين وعن عبد الحي يوسف وعن محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وهل الخروج على الحكام يخرج من السلفية؟ أو كلمة بهذا المعنى تماما. العدس قال رفع الورقة حقته قراها كده، لقيتها ما بينفع مع منهجه، لأنه لو جاوب جواب ملكلك. الدعاة بيسلطوا عليه، دعاة الحق، لو جاوب جواب كويس بيشيلوه من الجامع في ظنه. ونحن نعلم أن قول الحق يرفع الإنسان، وهو السبب الأعظم في الرزق، الرزق ذاته. المجهجه الأمة دي والشيوخ ديل والدكاترة ديل مجهجيهم مرة واحدة، الرزق ده بيجي بقول الحق. عرفت كلامي؟ ليه؟ لأنه الرزق ده عند الله، والله قال: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ديل ما بيفهموا الكلام ده. الرزق ده عند الله فوق يا دكاترة، الرزق ده فوق. لابد تتعلموا المسألة دي من أبجديات العقيدة التي كان يعتقدها أبو لهب وأبو جهل، لأن الرزق عند الله ده من الربوبية، وديك كانوا منجدين الربوبية المشركين. لابد الدكاترة يتعلموا الربوبية دي أول حاجة، يعرفوها ذات الحفظ. الرزق ده وين؟ لعن حياة راس، تبا لحياة راس، كسر الله رؤوس حياة راس. عرفت كلامي؟ ولاعن جمعية دار البر أخزاهم الله جميعا، البتدعم جمعية الكتاب والسنة، وده السبب في الفرتقة بتاعتهم الأخيرة. كل واحد شال كوم وتخارج، وهنا وودوه وين ديك شالوه، ده الحاصل. ما كلمناك، كلمناك قلنا تشتغل على التالي في السوق، قلت لا، لابد يدي تكون ناعمة. الله يقطع عليك، توصي يدك دي بتخليك انت تبتدع في دين الله. الله يقطع عليك، عرفت كلامي؟ عشان تمشي صح. فكرفس الورقة جدعة، وسؤال زي ده نحن بندردق له دردقة. في سؤال انت قال في سؤال، ده يعني شنو؟ يعني اسأل عن المواضيع دي. انا كل ما اقول لك في سؤال انا قصد المواضيع دي. تسأل عن عبد الحي، تسأل عن عبد الحي يوسف، تسأل عن الشرك، عن الصوفية، عن البرعي، عن محمد المنتصر، كل ما اقول لك في سؤال ده الموضوع لابد تتذكر. يا اخي زول عامي والله، منظر عجيب قارنه مع منظر العدس الحجيج بعد شوية ده في مسجد الماليزي، مسجد يعني اللجنة بتاعته ملكلكة، إلا يعني قليل من الناس اللي بيصلوا. يوم جايب لنا زول خازوق يدي الناس محاضرة، جابوا واحد اسمه حزام الزيت والعزيات، جابوه بيقري من الموبايل جالكسي، أنا ما أعرف لو قطع الدرس يكون كيف، لو قطع شاحن. المهم درس من الموبايل، إيش يعمل كده، إيش بتاع شو، وده طلاب علم يدرس ناس معلقين تمام وحجبات في العشماوية. تخيل الكلام ده كده. امبارح يوم الاربع بدرس قال عن
قراءة سورة الفاتحة الخلاف فيها وراء الإمام، ودي أمور من الدين احنا ما بننكرها، لكن بنقول التوحيد أولى، والنازل عارفين المعلومة دي إنه التوحيد أولى، لكن ما بيحبوا يتكلموا في الحق في التوحيد لأنه بيجيب مشاكل في ظنهم، ولأنه بيقطع رزقهم في ظنهم الباطل. أنا قمت طلعت أصلا ما بحضر له أصلا، هذا رجل منحرف حلبي تابع للحلبي والحزبيين دي، تلميذ عبد الرحمن حامد، تلميذ أبو القاسم البشرى وهلم جرة، أصلا ما بحضر، من سبح ذاته برا الجامع عشان ما نسمع لهذا المجرم المنحرف. طلعت من الجامع والله واحد عامي عامي مسلم حالق لحيته عشان أبو لما طالع جاي، ودي كلها معاصي، لكن شوف الخير في العام ده نحسبه والله حسيبه، بكورك بأعلى صوته قال يا أخي ما يكلم الناس في التوحيد، والله أنا ماشي وراه، قال ما يكلم سنة ولما ما عرف قال بقى اللي كده أنا وراه، قال ما يكلم الناس في التوحيد، أصو قال لي أي زول جد جامع ده ما بكون بيعرف الصلاة، كلم الناس في التوحيد. قمت أنا وما بيعرفني، قمت أنا من وراه قلت له لو كلم الناس في التوحيد المرتب بقيف عمل لي فوق الشيء كده، قال لي ما يقيف وفات وقال إن أنا معه، ولا شفت إيه تابعته لما انقطع الزلط، عامي عام جزاه الله خيرا، كرفس الورق العدسي والجدعة. أخونا جزاه الله خير قام رفع يده، قام ادى الزول جنبه سال، في النهاية قام ادى الزول ده اضطرارا قال له عندي سؤال يا شيخ، قام قال لي نفس السؤال في الورقة، ما رأيك في أخوان المسلمين والأمة افترقت وكذا، وعبد الحي يوسف ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان وكذا، والخروج على الحاكم هل يخرج من السلفية؟ قام قال الأمة طبعا افترقت وكذا، والمنهج الصحيح من كان على مثل على الكتاب والسنة، ونكون على كتاب والسنة، والخروج على الحاكم ما يجوز، والناس رأس المفاسد بتاعته في التظاهرات الآن، وانتهى. أخونا قال لي على أخوان المسلمين يا شيخ وعبد الحي، قال له كفى كفى أقم الصلاة، الله أكبر ودي مسجلة رفعوها في النت أخوان حضروها كله ده شيخ، لأنه من لأنه عبد الحفيظ العدسي أحد دعاة منظمة المشكات، ومنظمة المشكات ودي وثيقة عندي موثقة، ومنظمة المشكات هي منظمة إخوانية تابعة لإخوان المسلمين للسرورية للتكفيريين أهل بدع وضلال. الرجل ده أحد دعاتهم زي ما هم رافعينه في الموقع الرسمي حق منظمة المشكات على النت الآن، خشوا من دعاتهم عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، سجم رماد، عبد الحفيظ العدسي، مصورينه كده وصوبا، هسه خشوفة عرفت كلامي؟ فلذلك لا يتكلمون في أهل البدع لأنهم منهم ومن أهل البدع، ده اللي حبيت أعلق عليه. وقد قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.